حصدت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين جائزة الاتصال وجائزة خطوط الطيران الجديدة خلال حفل توزيع جوائز مطار سنغافورة تشانغي للطيران. نعم، أقيم حفل توزيع الجوائز في سنغافورة لأول مرة منذ عامين بعد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم أجمع. في إطار سعي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج المتواصل في تقديم خدمة سفر متميزة وآمنة للمسافرين ومرتادي المطار وتقديم خدمات عالية الجودة، فقد فازت شركة طيران الخليج بجائزة الاتصال وجائزة خطوط الطيران الجديدة خلال حفل توزيع جوائز مطار سنغافورة تشانغي للطيران. ويعد هذا الفوز انعكاسا لالتزام طيران الخليج المستمر بتلبية احتياجات السفر المتغيرة، حيث يعود هذا الإنجاز نتيجة عملها الدؤوب والمتواصل الذي يقوم به فريق طيران الخليج والتزامه بخدمة المسافرين بشكل عام. وفي السياق نفسه، فقد أقيم حفل توزيع الجوائز لأول مرة منذ عامين بعد توقف بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع. ويأتي هذا التصنيف لشركة طيران الخليج في الطيران كدليل على نجاح عملياتها بأمان خلال الجائحة وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشار الفيروس واستخدامها أكثر من 190 بروتوكولا للسلامة والنظافة التي تقدم للجميع دون استثناء، لتعزز بذلك شركة طيران الخليج السلامة العامة سواء للعملاء أو الموظفين بما في ذلك معايير التباعد الاجتماعي. حيث ظفر طيران الخليج بتصنيف 5 نجوم لسلامة الطيران خلال الجائحة العالمية، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة بكورونا التي أجرتها شركة سكاي تراكس العالمية، وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين. فهذه الجوائز التي حصلت عليها طيران الخليج ما هي إلا استمرار لما تحققه مملكة البحرين من إنجازات، وإضافة إلى حقيبة إنجازات مطار البحرين منذ تشغيله في السنة الأولى.